ماشي معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرفني ومنورني. الله يخليك كريم، بإذن حضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. الأمور بالنسبة بشكل واضح بالنسبة للقائمة الأفريقية، عشان النهاردة الكلام كثيرا عن الأندية اللي هتشارك إن شاء الله في البطولات الأفريقية الموسم الجديد بعد ما أرسل الكاف إنه آخر موعد لإرسال الأندية يوم 30/6. الموقف إيه عشان الناس تفهمه وما يبقاش فيه أي لبس؟ يعني إحنا بعتنا خطاب إمبارح لما جاب الخطاب بتاع الاتحاد الأفريقي وطلبنا نمد ليوم 15/7. وإن كان وده نفس الطلب يعني الاتحاد المغربي طلبه. لأن لسه الموسم بتاعه ما انتهاش. فبالتالي ان شاء الله الامور بالنسبه لنا ما فيش مشكله، يعني سواء وافقوا، بس غالبا هيوافقوا يعني لان لسه في شهر 8 البطوله. انما لو ما وافقوش احنا الامور بالنسبه لنا اللائحه واضحه والموضوع مش هيختلف كتير في ترتيب الفرق الانديه. لان الوضع الطبيعي اللي احنا موجودين فيه سواء اخذنا بنتائج الدور الاول الاربع انديه او بالنتائج اللي موجوده حاليا في الاخر الترتيب مش هيبقى متغير يعني. لا بس هو الدور الاول كان اهلي بيراميدز دوري ابطال افريقيا فيوتشر زمالك كونفدراليه. احنا نتحدث الان ان فيوتشر وبيراميدز قريبين من بعض كتاني وتالت، يعني فيوتشر لسه في 7 نقط فرق وفي تقريبا 3 مباريات. انا اقصد لو وصلنا ل 30/6 وكان لسه فارق النقاط دوت ما تحسنش. احنا لسه عندنا جوله قبل 30/6. غالبا برضو الاتحاد الافريقي برضو ما عندوش مشكله ان هو هيوافق. لان انا سمعت في المغرب ان هو وافقوا للمغرب على ان لغايه يوم 15. فبالتالي اكيد هيوافقوا لنا احنا كمان يعني ان شاء الله. ما فيش قلق. لا، نهايه الدوري خلاص 15/7 وده اللي خلانا كريم بان انا كنت بلعب المباريات ما بستناش الاهلي لما يرجع علشان واجل بقيه الفرق. علشان لما يجي الاتحاد الافريقي يطلب ما يبقاش حد ظلم يعني. ما يبقاش في حد بيلعب اكبر عدد من الماتشات الدوري قرب يخلص فالامور تبقى واضحه في الجدول. عظيم جدا. في موضوع النهارده كنت بتكلم عنه يا كابتن عامر وبصراحه ما شرحتوش بشكل عظيم جدا عشان لسه مش ملم بيه، وقلت ان انا اتواصل مع حضرتك افهم اكتر ايه هو. ايه موضوع تراخيص الانديه؟ يعني ايه تراخيص انديه اصلا؟ احنا دي جديده علينا الاخبار النهارده حتى اللي نازله على اتحاد الكوره، الانديه خدت ورشه عمل بس برضو مش فاهمين ايه ضروره الرخصه دي. لا ده موضوع قديم. لا طول عمره موجود موضوع تراخيص الانديه ده. ومحدش بيلعب بطولات قاريه لما بيبقى معاه رخصه بتطلع من اتحاد الكوره بان هو معهوش فلوس ولو عليه فلوس جدوله ان هو جدول للديون اللي عليه. فاجراءات كتير بنود كتيره جدا. الاتحاد الدولي بيطلبها. فعلشان الاهلي يطلع رخصه عشان يقدر يشارك بيها في المسابقات. طب الورشه العمل اللي كانت معموله من الكاف للانديه المصريه دي كانت معموله ليه؟ دي كانت الاسبوع اللي فات لشرح طريقه الدخول ان المره دي يخش على السيستم يعني. الاتحاد الدولي اول مره يعملها على السيستم، يخش زي كده اللعيبه كده على السيستم. فهو ده بس التعديل اللي في الامر عشان كده ده بس لا انما دي الامر موجوده يعني موضوع التراخيص. صحيح. كابتن عامر اكيد تسمع كثير من الاعتراضات فيما يخص دوري المحترفين في دوري الدرجه الاولى، دوري المحترفين اللي المفروض يقام الموسم اللي جاي. الامور محسومه بالنسبه لدوري المحترفين ولا ممكن يحصل اي تعديل؟ لا هو نمره واحد طبعا بغير مسمى المحترفين لان القسم الثاني كله محترفين بقالنا سنين. لان من كل قسم الثاني بيلعبوا بعقود اللعيبه مفيش حد هاوي فيهم. نمره اثنين احنا ما استحلناش درجه جديده زي ما الانديه بتقول ان احنا عشان اطلع الدوري الممتاز بدل ما كنت هطلع من مره واحده على طول. درجه واحده فوقيه. لا احنا عملنا نظام والنظام ده احنا بعتناه قبل المسابقه ما تبدا يوم 2/10 والانديه كلها لعبت. انما بعد نهايه الموسم والانديه اللي عرفت مين داخل من السته ومين مش داخل من السته بدات الاعتراضات دي كلها كالعاده يعني. انما النظام اللي موجود ان 20 فريق قسم ثاني الف 20 فريق اللي هم الثلاثه اللي هيهبطوا من الدوري الممتاز مع من الثاني للخامس في كل مجموعه ال 12 فريق مع الثلاثه رقم 6 اللي هم هيصفوا من يوم 25 يتاخد منهم اثنين مع ثلاثه من القسم الثالث اللي طلعوا من ال 12 مجموعه بتوع القسم الثالث. يبقى دلوقتي ال 20 فريق. القسم الثاني بيه ثلاث مجموعات زي اللي موجودين حاليا. فاحنا قلنا ناخد اول كل مجموعه زي النظام القديم. فالثلاث اوائل مع ثالث
ال 20 نادي عملوا دوره رباعيه ويبقى هو النادي الثالث الصاعد يعني اول وثاني من ال 20 يصعد على طول. الرقم ثلاثه مع الثلاث اوائل بتوع الثلاث مجموعات القسم الثاني به ياخد منهم واحد يصعد مع الاثنين اللي صعدوا على طول يبقوا دول الثلاثه اللي بيطلعوا الدوري الممتاز. فبالتالي في فرصه كامله لكل الانديه انها خلال سنه واحده تصعد ده مكان القديم. المتغير الوحيد انك انت بتعمل نظام جديد اتحاد الكوره بقاله 30 سنه عايز يعمله. ان انت بتجود الملاعب في القسم الثاني اللي الف عشان تقدر القنوات الفضائيه تنقله. ولما القنوات الفضائيه تنقله سواء الاتحاد او الرابطه اللي هتتعمل للدرجه ديت القسم دوت او الانديه نفسها تقدر تسوق ما دام المباراه من اولى هيقدر سهل انه يروح للشركات ان هو يجيب اعلانات ان هو يسوق المباراه بتاعته. خاصة ان نزل النظام دوت بقاله سنين الانديه كلها بتشتكي من الموارد الماليه. صحيح. وبتشتكي من مشاكل اللعيبه فبالتالي ما الانديه ما كانتش بتستفيد حاجه. صحيح. في النظام القديم، طب ليه ما نجربش نظام جديد؟ طيب انت هل كابتن عامر مش الكلام ده متبلغ بيه الانديه قبل بدايه الموسم يعني من يوم 12 قبل الدوري ما يبدا؟ ليه تفتكر الاعتراضات حصلت دلوقتي؟ ومن يعني اول ما جينا من حتى في بعد الانتخابات كان الاستاذ جمال علام لف على المحافظات وشرح المسابقه ولا الاعتراضات طبيعي، انت عارف حضرتك ان دايما في اخر كل موسم الانديه اللي ما دخلش من اول السته فطبعا بيجمع الانديه حواليه وده دليل ان في انديه دوري ممتاز يعني ارسلت خطابات وهي مش الموضوع اصلا يعني انديه الدوري الممتاز مش طرف في الموضوع. في انديه في الممتاز بعتت تعترض؟ بعتت تعترض فانا طبعا انا مستغرب الحقيقه فانا باكد لحضرتك يعني هي كلها بيبقى الناس بتحاول كطبيعينا ان احنا بنساعد بعض بدون ما يبقى في شرح وافي للغرض من المسابقه ايه لانديه الدوري الممتاز. لا اصل دلوقتي حضرتك بتقول لي مفاجاه غريبه جدا مش عارف اجمعها برضو زي حضرتك كده بالظبط، بس هل هو يعني انديه مثلا تصارع الهبوط مثلا؟ لا 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 خالص مش انديه تصارع الهبوط، انديه قمه؟ لا لا في انديه مش الهبوط خالص. انديه قمه؟ في الوسط. في وسط الجدول. حضرتك مش هتقول لي اسمهم يعني ولا عادي تقول اسمهم؟ ما دي اعتراضات رسميه. لا مش عايز اقول الحقيقه لان انا اتصدمت لما جيت الجوابات لان الحقيقه العمليه يعني الموضوع ما ينفعش يبقى انا بجامل نادي او ناديين من اللي هم قايمين بالحمله عشان من غير ما ادرس مصلحه الكره ايه ومصلحتهم هم، لان في الانديه الكبيره لما هبطت تاهت في الملاعب الوحشه اللي تحت وتاهت في ظل الثلاث مجموعات والظروف الصعبه اللي ما بيعرفوش يلعبوا فيها تحت. صحيح. فبالتالي بعد كده لما يبقى الصعود والهبوط من ملاعب ومن 20 نادي بس هتبقى الامور اسهل بالنسبه حتى اللي هيهبط. الانديه الكبيره لو هبطت كان على زمان على مجموعه واحده كان سهل ان هو بيصعد. صحيح. يعني طيب. بدل ما كل 16 كان بيطلع منهم واحد طب احنا في 20 هيطلع منهم اثنين مباشره وفي الثالث هيصفي مع ثلاثة الأوائل اللي تحت هيطلع منهم واحد تمام. فأنت شايف أنا مش شايف إن في حد اتضرر في حاجة يعني. شايف الأمور أحسن كمان. طيب كابتن عامر كلام كتير طبعًا عن نهاية الموسم وكان في ردود كثيرة من حضرتك ومن الأستاذ أحمد دياب إن الدوري هينتهي 15/7 وبعد كده الأهلي يلعب مؤجلاته الثلاثة، بس السؤال اللي ليك هو يخص الدوري بتاع الموسم اللي جاي، وأنا عارف إن أنت أكيد بتحضر له أو على الأقل بتفكر فيه من دلوقتي، دوري الموسم اللي جاي واحنا نتحدث عن كاس الامم الافريقيه ونتحدث عن بطولات كثيره وربما يبقى فيه السوبر ليج بتاعه الكاف او الاتحاد الافريقي، انت بتفكر ازاي في الموسم اللي جاي وشايف الموسم اللي جاي هيبقى ميسر الحال ولا الموسم اللي جاي هيبقى موسم صعب؟ لا كل المواسم صعبه كل يعني يمكن صعبة. الموسم دوت كانت الامور ماشيه كلها عاديه وكل الانديه متساويه في عدد المباريات لغايه ما جه كاس العالم للانديه راح للمغرب والاهلي فوجئ ان هو في كاس العالم للانديه زي ما احنا اتفاجئنا وبالتالي كان في اربع مرات منهم كان نهائي كاس مصر بتاع الموسم الماضي اتاجل وبعدين عملنا اثنين سوبر في نفس في الموسم دوت ودي ما حصلتش قبل كده والاثنين خارج مصر وانت عارف لما خارج مصر بتاخد فرصه قبلها اربع ايام على الاقل عشان تسافر فبالتالي كل دوت اخذ من الماتشات يعني السوبر اللي ما يبقى بره السوبر الثاني ده ما كانش معمول حسابه برضه ان هو يتلعب كان المفروض يتلعب في بدايه الموسم اللي جاي فلما اتلعب وكان لازم يتلعب يوم جمعه فبالتالي بوظ لك ماتشين من الماتشين الاهلي كنت ممكن الاهلي يلعب مباراتين في ثلاث ايام في الفتره دي
قبل افريقيا وبعد افريقيا، وكان في نفسهم اللي هو السوبر المعادل اللي كان فاضل اللي تلعب فيه السوبر الاخير. مفهوم. فكل الامور ديت كان في كاس العالم، ففي بعض اللعيبه كانت بتلعب في كاس العالم مع دول ثانيه، وبالتالي ما قدرناش نزود عدد المباريات خلال فتره كاس العالم. لعبنا ثلاث جولات بس. فنحن لو كان من الاول عرفنا ان الاهلي الاتحاد الدولي بلغنا ان كاس الاهلي هيخش كاس العالم الانديه، وكنا نقدر، كنت لعبت الاهلي مباراتين زياده في الفتره ديت عشان نعوض الفتره بتاع كاس العالم. انما هو للاسف القرار طلع متاخر جدا بتاع كاس العالم الانديه. يعني كل الامور دي كانت امور صعبه، فبالتالي انك انت كل موسم بيطلع لك حاجه كده، وفي حين ان احنا من ثلاث سنين من اول الموسم بتاع كورونا والدوري اتوقف، وبعد كده رجعنا كنا البلد الوحيده عندها دور كامل ما تلعبش. فلما رجعنا الكوره دور كامل، انت خلصت الدوري متاخر جدا، فبدات بتلعب في توقيتات انت عمال ترجع واحده واحده عشان ترجع للميعاد الطبيعي. صحيح صحيح. فانت وصلت خلاص انك انت في شهر سبعه انك انت ممكن تخلص الدوري وممكن تخلص الكاس في شهر سبعه. انت شايف الموسم اللي جاي اهو، انا بقول لك هيبقى اصعب من ده؟ انت خلاص قلت لي كله صعب، هيبقى اصعب من ده ولا نفس درجه الصعوبه؟ لا كلها صعبه، كلها صعبه. بس انا ما اقدرش طبعا ادي راي نهائي الا لما الموسم اللي جاي في امم افريقيا. طيب الموعد اللي ان شاء الله هيكون مقترح لمباراه الاهلي والزمالك في الدوري، عشان لحد دلوقتي احنا مش عارفينه الدوري ده بشكل رسمي. الاهلي وشهر كام؟ الاهلي هيلعب ببطولتين. والسوبر 13/8 الاولاني اللي هو بتاع الاهلي واتحاد العاصمه. فلما تيجي المواعيد بشكل نهائي هقدر ارد على السؤال ده. لا انا بكلمك بقى على ماتش الدوري اللي احنا فيه ده، هو مش لسه، مش لسه في اهلي وزمالك؟ المفروض هيبقى ميعاده امتى؟ لا انا منزل لغايه يوم 8 وسايب الباقي لغايه اشوف الفرق ايه المهدده بالهبوط. عشان احنا حضرتك عارف احنا ما عندناش الاربع عربيات الفار. واربع عربيات الفار دولت، فانت لازم تشوف اكتر انديه قريبه من بعض عشان تلعبها في توقيت واحد. انا ما قدرتش اعمل كده في الجوله اللي جايه ال 32 عشان خاطر في تسع انديه مهدده لغايه دلوقتي. صحيح صحيح. فهتجيب ما ينفعش يلعبوا في وقت واحد. صحيح صحيح. وفي انديه مشتركه في ملعب واحد، استاد القاهره في اربع انديه بيلعبوا عليه. فكل الامور دي صعوبات ما حدش بيقدرها الحقيقه، يعني للاسف بيتهاجموا وبيقارنونا بحاجات. من الدوري المغربي 16 نادي لسه ما خلصوش. وطلبوا التاجيل عشان هيخلصوا 15/7 الدوري والكاس بتاعهم. صحيح. المريحين ان الدوري المغربي بدا قبلنا بشهرين. الدوري الجزائري لسه ما خلص وبدا قبلنا بشهرين. طيب كابتن عامر اسالك بصراحه، وانت راجل يعني خبير معانا في اتحاد الكره منذ سنوات، لما مباراه اهلي وزمالك تتاخر كل هذا التاخير، يكون الاهلي حسم اموره والزمالك حسم مركزه، مش مباراه مهمه زي دي وهي من المباريات المهمه؟ لا الزمالك لا ما تاخرتش. ما تاخرتش؟ لا لا لا، هي مش اتاجلت الاهلي والزمالك؟ لا 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 ما تاخرتش، اللي اتاجلت كانت المفروض تتلعب الاسبوع اللي هو قبل الاجنده. ما كانتش موجوده في اول الدوري واحنا اجلناها. طب على الاقل في الاسبوع اللي قبل هي هي اصلا كان ترتيبها متاخر السنه دي. انما الموسم اللي فات احنا لعبناها في الاسبوع الرابع. بس لا حسب دلوقتي بتعمل في قرعه مفتوحه، ما تحطش الاخر، ما تحصلش بالاخر. اصل اقصد بس انه اهلي وزمالك حتى على الامور التسويقيه لما تبقى مباراه كبيره وهي مش هتبقى في الاخر اصلا. يعني مش هتبقى في الاخر، يعني هتتلعب قبل اخر الدوري. لا لان الزمالك لازم يروح البطوله العربيه. مظبوط. انا بقول لحضرتك انا في مليون حاجه بتخش في دماغي لازم تعمل حساب. تفاصيل كتيره ومهمه جدا. تفاصيل كتيره عشان كده النادي يقول لك ايه، طبعا لو في فرق الماتشات، طب انا لازم اخلص الماتشات الزمالك ولازم الزمالك يلعب كاس عشان هو اللي هيسافر. وهيسافر كان يوم 20. ودلوقتي سمعت كلام بس لسه ما جاش رسمي انها هتتاجل خمس ايام. صحيح. طب كابتن فانت عمال بتعمل تشتغل على احتمالات كتير، سواء هتلاقيها من اتحاد دوله واتحاد افريقي او اتحاد عربي. مفهوم. كابتن عامر، بطوله السوبر اللي المفروض او سمعنا انها هتتعمل من اربع فرق، الامور دي اتحسمت خلاص او اتحسمت؟ لا لسه لسه مفيش حاجه كده. لم تحسم اصلا الفكره؟ لا لا، يوم على قد تتعمل بعدين نحط المعايير مين اللي هيلعب. لسه الامور دي كلها مش محسومه يعني. مفيش نقاش فيها يعني لسه دلوقتي؟ لا لا مفيش. كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه.